مدبولي يؤكد سعي مصر لتصبح مركزا اقليميا عالميا لصناعه الدواء بهدف التصدير ودعم الاقتصاد. جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد ان التصعيد في قطاع غزه سيستمر لعده اشهر. الامم المتحده تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الاسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزه. 9 مساء بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت غرينتش. نشره اخباريه مفصله تاتيكم على شاشه التلفزيون المصري. تحيه لكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير البترول لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأكد مدبولي ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات هذه المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تعد بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين. ومن جهته أوضح رئيس الهيئة أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1,849,000,000 دولار. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض بعض ملفات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد مدبولي الدور الوثيق لقطاع الاتصالات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية. بالإضافة إلى استضافة مصر ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القاري لسياسة البيانات لدول الاتحاد الأفريقي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية. وخلال اجتماع أشار مدبولي سعي الحكومة لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة. كما تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات. كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ بدبي COP28 وعدد من ملفات العمل الأخرى. وقد شهد هذا الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والتي يتم دراستها فضلا عن الاستثمارات في قطاع المخلفات. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى وجود العديد من المشروعات قيد الإنشاء، ومنها مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة وكذلك إنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضا مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البديلة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية. وجاء ذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة. وفي سياق متصل، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات. وأدار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات، معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة، كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، وذلك خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي. بحث الوزيران سبل مواجهة تحديات مشتركة وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك في ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات. كما تطرقت المباحثات أيضا إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية هذا المسار اتصالا بحركة التجارة الدولية، وانطلاقا من كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني. أكد البرلمان العربي على دعمه ومساندته ووقوفه التام بجانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا وتعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي غدا الأربعاء تحضيرا للجلسة الخاصة بنصرة فلسطين وغزة. كما أكد البرلمان العربي على استمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارفي هالفي إن التصعيد ضد قطاع غزة سيستمر لعدة أشهر. أضاف رئيس الأركان أن جيش الاحتلال سيستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على إنجازاته لفترة طويلة، كما أضاف أن جيش الاحتلال أكد منذ اللحظة الأولى للتصعيد أن الهجوم سيكون طويلاً.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 81. واستهدف طيران الاحتلال فجر اليوم عدة منازل في خان يونس، مما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. كما تم قصف محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة. عدوان متواصل وأرواح تزهق في كل لحظة، ودماء الأبرياء اختلطت بكل شيء، والدمار في كل مكان. وبعد مرور أكثر من 80 يوما على العدوان، يستمر الوضع على ما هو عليه. الساعات 24 الماضية كسابقتها شهدت استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات، مع استمرار القصف الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة. تسبب القصف الإسرائيلي فجر اليوم للمنازل بالمنطقة في سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، كما قصف طيران الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي الذي لا ينفك، يستهدفه كغيره من المرافق الطبية. وبجانب القتل والخراب، تواصل قوات الاحتلال حملاتها لاعتقال الفلسطينيين الأبرياء من منازلهم. صحيفة الجارديان البريطانية سلطت الضوء في مقال على استمرار قوات الاحتلال في استهداف الملاذات الآمنة في قطاع غزة خلال العدوان المستمر. وأشار المقال إلى أن الاحتلال شن عدة غارات جوية على أحد الملاذات الآمنة في مدينة دير البلح، ما تسبب في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في واحدة من أعنف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل. ومن جانبه، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديه للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية، متعهدا بمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية. نتنياهو الذي قام بزيارة للقوات الإسرائيلية شمال غزة أمس، قال لنواب من حزب الليكود الذي يتزعمه إن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها، رافضا ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20,915 شهيدا. أكدت الوزارة ارتفاع عدد المصابين إلى 54,918 شخصا، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 241 مواطنا فلسطينيا وإصابة 382 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مقرا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، يأوي آلاف النازحين. وأعلنت الجمعية في بيان أن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية، مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود. وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة اعتقال الكوادر الطبية دون وجه حق، ويقتادها إلى جهات مجهولة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة، داعية قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ كل التدابير المتاحة لحماية المدنيين. من جهته، أدان مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القصف المكثف الأخير، مشيرا إلى أنه يأتي بعد أن أمرت القوات الإسرائيلية السكان من جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح. وأفادت التقارير أيضا أن القوات الجوية الإسرائيلية قد نفذت أكثر من 50 غارة في وسط قطاع غزة يومي أمس وأول أمس، بما في ذلك 3 مخيمات للاجئين، وهي البريج والنصيرات والمغازي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة. كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة في قطاع غزة
سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، كما طلبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطاع غزة من مجاعة حقيقية تهدد حياة من فيه بالموت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. أعلنت الأمم المتحدة تعيين الهولندية سيغريد كاج منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية. ذكرت الأمم المتحدة أن الهولندية سيغريد كاج ستبدأ عملها في 8 يناير المقبل، وذلك كمنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وأضافت أنها ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية للقطاع. كما ستقوم المسؤولة الهولندية بإنشاء آلية لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة تلكرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيم نور شمس شرقي المدينة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي، ترافقها جرافات بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء تلكرم ومخيماتها على ارتفاع منخفض، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام لمخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. قالت مصادر أمنية وشهود عيان أن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم، موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة. اقتحم عشرة المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بأداء طقوس تلمودية. ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد، بما تسبب في انخفاض أعداد المصلين. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حجم المساعدات الأمريكية لتل أبيب منذ بدء الحرب في قطاع غزة سجلت أكثر من 10,000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية. ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أمريكية تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل ضمن الجسر الجوي الذي فتحته واشنطن لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن المعدات العسكرية التي حصلت إسرائيل عليها شملت مركبات مدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وذخيرة وإمدادات طبية وغيرها، وذلك فضلا عن مشتريات إضافية بقيمة 2.8 مليار دولار قامت بها وزارة الدفاع الإسرائيلية من الولايات المتحدة. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه أصدر توجيهات للوزارة بعدم تمديد تأشيرة المكوث لأحد موظفي الأمم المتحدة ورفض منح تأشيرة لموظف آخر. وفي حسابه عبر منصة إكس وصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر الماضي بأنه يشكل وصمة عار
في جبين المنظمة والمجتمع الدولي على حد وصفه، واضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها على حد تعبيره. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالنت بأن تل أبيب ردت على هجمات ضدها في العراق واليمن وإيران. تصريحات جالنت جاءت خلال لقائه عددا من المشرعين، والتي أفاد فيها أن إسرائيل في حرب متعددة الجبهات، وأنها تتعرض للهجوم من 7 مناطق: غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات في هذه المناطق دون مزيد من التفاصيل. قال وزير المالية الإسرائيلي إن حكومة الحرب في إسرائيل لا تمتلك تفويضا بإنهاء الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق الهدف منها بالقضاء على حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين. وخلال اجتماع حزبي أضاف وزير المالية الإسرائيلي أنه لن يكون شريكا في أي حكومة توافق على إنهاء الحرب أو توافق بشكل أو بآخر على سيطرة أي طرف مرتبط بالسلطة الفلسطينية أو حماس على قطاع غزة. أكد مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن ازدواجية المعايير الأمريكية في موقفها من حرب غزة، والذي يتناقض بشكل صارخ مع موقفها من الحرب في أوكرانيا، تنذر بعواقب وخيمة على المستوى الدولي. أشار المقال إلى أن موقف الغرب من الأحداث التي يشهدها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الوحشي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ما يشبه التمرد على النظام العالمي الحالي، والذي يسيطر الغرب على المنطق الذي يفرضه هذا النظام. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. انفجار بالقرب من سفارة إسرائيل في نيودلهي ولا إصابات بين الموظفين، وبدء التحقيق في سبب هذا الانفجار. أعلنت السلطات الإسرائيلية وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي. ومن جهتها أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنه لا إصابات بين موظفي السفارة، وأن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع ناظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار. أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على قطاع غزة ستكلف تل أبيب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أو نحو 14,000 مليار دولار. وأشارت التقديرات الإسرائيلية أيضا إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية 3 أمثال تقريبا. الحرب في قطاع غزة ستكلف إسرائيل ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أو نحو 14 مليار دولار، هكذا قالت وزارة المالية الإسرائيلية في أحدث تقدير للكلفة المالية والاقتصادية للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتجاوزت حتى الآن يومها 80. التقديرات الإسرائيلية أشارت أيضاً إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية 3 أمثال تقريباً، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير المقبل. وفي إحاطة أمام أعضاء الكنيست،
وقال مسؤول بوزارة المالية إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل خلال عام 2024، وهو ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى، مضيفا أن ذلك سيرفع إجمالي إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيكل، بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية. وتشير تقديراته إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562 مليار شيكل من 513 مليارا كانت مقررة في البداية، ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع توقع اتساع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليارا العام المقبل. يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات، ووافق الكنيسة هذا الشهر على ميزانية خاصة للحرب العام الجاري تبلغ نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتضررين من الهجمات التي تشنها الفصائل الفلسطينية عبر الحدود منذ 7 أكتوبر الماضي. أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن بلاده لعبت دورا فعالا في بناء الدفاعات الجوية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة عبر تقديم مئات الصواريخ والذخائر فضلا عن أنظمة الرادار والأسلحة. أعرب وزير الدفاع البريطاني عن فخره بالدعم الذي تقدمه القوات الجوية الملكية للجيل القادم من الطيارين المقاتلين والأطقم الأرضية في أوكرانيا. تتبادل روسيا وأوكرانيا إعلان إسقاط طائرات مقاتلة في مناطق متفرقة على طول الجبهة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية. وعلى الجانب الآخر أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إسقاط 5 طائرات روسية من طراز سوخوي خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تطور في الدفاعات الجوية الأوكرانية. مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا شهره 22، تشهد مختلف الجبهات تطوراً ملحوظاً مما يغير شكل المعارك الدائرة على طول خطوط القتال بين الجانبين. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة في مناطق متفرقة على طول الجبهة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانبه أعلن إسقاط 5 طائرات روسية من طراز سوخوي خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تطور في الدفاعات الجوية الأوكرانية. وعلى جبهة أخرى، نفذت أوكرانيا هجوما جويا على مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم، كما أعلن سلاح الجو الروسي تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود يشتبه أنها كانت محملة بطائرات مسيرة وشحنات ذخيرة كدعم لروسيا في حربها ضد كييف، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوكرانيا مواقع القوات الروسية في شبه جزيرة القرم. ففي أبريل 2022 أغرق الجيش الأوكراني الطراد موسكوفا سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي. وفي خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا، أقام الأوكرانيون قداس عيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى بدلاً من 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الصادرة من منظمة السياحة العالمية بعنوان السياحة الدولية تقترب من 90% لمستويات ما قبل جائحة كورونا مع نهاية عام 2023. أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تواصل قيادة التعافي حسب المناطق من الناحية النسبية، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر 9 حتى سبتمبر 2023. كما تظل منطقة الشرق الأوسط المنطقة العالمية الوحيدة التي تجاوزت مستويات 2019 في هذه الفترة.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا حول جهود الدولة لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة لتطوير عدد من القطاعات المختلفة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستعرض التقرير أهم الإنجازات في قطاع الصحة، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة، منها 50 مستشفى و 154 مركزا ووحدة صحية. كما تم إجراء الكشف على 756,000 مواطن من خلال القوافل الطبية، وتم أيضا إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش. شهدت عملية التنمية في سيناء ومدن القناة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن أبرز ملامح هذه التنمية مشروعات البنية التحتية التي شملت قطاعات عدة، منها تطوير الطرق والنقل والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. يعني الدنيا راقت والدنيا امان دلوقتي، الواحد صار بياخذ حريته وبيتحرك زي ما هو عايز، والحمد لله سينا فيها اهتمام وحاجه رايقه خالص يعني، وبيعملوا الطرقات وكله تمام التمام. سينا تغيرت 90 درجه، كنا فين وشفنا فين الحمد لله. نشكر السيد الرئيس برضو اللي قضى على الارهاب هنا في سينا، والمشاريع الحمد لله كل ما بتروح تتقدم سينا، مشاريعها سكتها الطرق اللي فيها التنمية اللي فيها، التطورات الرهيبة اللي احنا شايفينها بصراحة يعني في جميع المجالات، المجالات البنية التحتية والإعمار وتصليح بصراحة، وأكثر حاجة يعني بتكلم فيها هي الأمن. في تنمية جامدة يعني، من يعني أقول لسيادتك من 2016 وأنت جاي في حاجة جديدة، في طفرة، في حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. البلد جميلة. في تطوير كبير بيحصل في سيناء في مشروعات تطوير ميناء العريش، تطوير مطار العريش، وفي تطويرات على مستوى العريش على مستوى المحافظة، وفي رصف الطرق وصرف صحي
وفي حاجات كتير بتحصل مستوى شمال سيناء والعريش. للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية، تبذل الدولة المصرية جهودا تكاملية على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات في قطاعات متنوعة من أبرزها الصحة والسياحة والطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة والتنمية العمرانية، فضلا عن ملف الإسكان الاجتماعي ومجال الثروة الزراعية والحيوانية. جهود تكاملية تبذلها الدولة على صعيد التنمية في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات هدفها الرئيسي الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في هذه البقعة الغالية. قطاعات متنوعة شملتها مسيرة التنمية في شبه جزيرة سيناء، ففي قطاع الصحة عملت الدولة على تحسين المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء، ومنها إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد في ديسمبر 2017، وإنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد، بالإضافة إلى تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي، كما تم تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش، وتطوير مستشفى العريش العام في عام 2020. أما في قطاع السياحة، فقامت الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء في عام 2021، كما تمت إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية، وتطوير الملمح العمراني المحيط مع عمل وسائط ترويجية للمشروع. وفي جنوب سيناء نفذت الدولة خطة لتطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، وتم إنشاء متحف في المدينة التي تعد من بين أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم. وفي القطاع الاقتصادي، ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة بشمال سيناء من 69 منشأة في عام 2014 إلى 79 في عام 2021، وذلك بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع الطاقة وما شملته من تنمية لحقل ظهر بتكلفة بلغت 15.6 مليار دولار، وتنفيذ استثمارات بقيمة 18 مليار جنيه لتطوير القطاع، إلى جانب إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل. وعلى صعيد التنمية العمرانية، يجري إنشاء وتطوير 6 مدن أبرزها مدينة بئر العبد الجديدة. وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغت 23.26 مليار جنيه، بجانب إقامة التجمعات التنموية، حيث تم إنشاء 4338 بيتا بدويا، علاوة على إنشاء 18 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، و17 أخرى يجري إنشاؤها. وفي مجال الثروة الزراعية والحيوانية في سيناء، تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق لعدد 3 مآخذ في بئر العبد، كما تم تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال، فضلا عن توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، عملية التنمية في سيناء ومدن القناة شهدت تنفيذ عدد كبير للغاية من المشروعات في قطاعات مختلفة، ومن أبرز هذه القطاعات البنية التحتية. إلى أي مدى ساهم ذلك في تحقيق التنمية الحقيقية؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعينكم. لان قبل ما اتكلم عن المشروعات والبنيه التحتيه، المشروعات العملاقه اللي تمت، خلينا اوضح نقطه مهمه، ان التنميه اللي بتحصل في سيناء مش تنميه اقتصاديه. دي اللي بنسميها بمعنى كلمه تنميه شامله او تنميه مستدامه، وتنميه شامله هي الكلمه الاصح، والاهم انها مبنيه على ليست فقط رؤيه اقتصاديه، لكن الرؤيه في تنميه سيناء رؤيه متكامله، جزء كبير جدا منها امني، جزء منها سياسي، جزء منها اجتماعي، جزء منها اقتصادي،
لكن الرؤيه وده الاهم من مشروعات التنميه في سيناء على مدار السنوات السابقه يمكن في ال 20 30 سنه الماضيه كانت موجوده، لكن النهارده يبقى عندنا بعد متكامل ونظره فوق الاستراتيجيه وفوق الاقتصاديه، نظره امنيه متكامله لتنميه سيناء او لجعل هناك مجتمع متكامل او حياه متكامله. وزي ما قلت في التقرير بتاعكم، كلمتوا الصحه، كلمتوا على التعليم، كلمتوا حتى على المتاحف وعلى الثقافه، كلمتوا على عدد كبير من المشروعات اللي تمت، ان يكون عندنا في سيناء مجتمع متكامل، وانا بقول متكامل كامل لتنميه كامله وليست فقط تنميه اقتصاديه ومشروعات وبعض المشروعات. فهي الرؤيه المتكامله للحياه دي اللي كنا بنفتقدها في سيناء. وبعدين نرجع للمشروعات اللي حضرتك قلتيها، يكفي اقول رقم السيد الرئيس قالوا من قبل ان سيناء انفق عليها 700 مليار جنيه مصري. 700 مليار، مش 1000 ولا مليون، بنتكلم على 700 مليار جنيه علشان نقدر نخلق مجتمع متكامل او حياه متكامله في سيناء. يمكن الموازنه الاخيره اللي تمت، موازنه 2022 23، الموازنه دي حطت استثمارات بحوالي 8 مليار جنيه. يعني اتكلمتوا انتوا على القطاعات، لكن عندك مثلا مشروعات تنمويه في المحافظه، عندك 208 مشروع تم في الفتره الماضيه، قيمه الاستثمارات بتاعتهم في سيناء حوالي 10 مليار. بنسبه زياده، يعني كل سنه بتزيد بنسبه زياده 124%. يعني عندنا استثمارات محطوطه على قطاعات، طبعا قطاع الزراعه، قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع الثقافه. يمكن يكفي ان احنا نقول ان الاستثمارات اللي اتحطت او اللي محطوطه النهارده في سيناء من ده الكلام اللي جاي من الموازنه العامه بتاعت الدوله، عشان الناس تعرف الدوله بتنفق في ايه، مش بس بتنفق في مشروعات عملاقه ولا بنيه تحتيه. لكن عندك مثلا 2.5 مليار لقطاع النقل، عندك قطاع الاسكان 2.5 مليار تاني، عندك قطاع التنميه المحليه مليار، عندك قطاع الموارد المائيه حوالي 1.5 مليار، عندك قطاع التعليم والبحث العلمي 230 مليون، عندك القطاعات الاخرى اللي هي خاصه بالاستثمارات الاخرى فيها حوالي 600 او 700 مليون جنيه. والارقام يعني انا بشكر حضرتك دكتور عمرو على الحديث بلغه الارقام، لانه لغه الارقام الحقيقه دايما بيكون ليها دلالات مهمه جدا في توضيح حجم التنميه. زي ما حضرتك ذكرت، التنميه الشامله والتنميه المستدامه بالفعل التي تشهدها سيناء حاليا. اذا ما تحدثنا على مردود هذه المشروعات بالارقام اللي حضرتك تحدثت عنها بشكل دقيق جدا واللي حدثت خلال الفتره الماضيه على المواطن المصري، المواطن المصري خصوصا طبعا في سيناء، لانه المشروعات متعدده ومختلفه، مشروعات البنيه التحتيه، مشروعات خاصه بملف الاسكان الاجتماعي، الصحه، الزراعه، التنميه العمرانيه، التنميه الزراعيه، يعني في كل المجالات المشروعات بالفعل موجوده وبارقام زي ما حضرتك ذكرت، ارقام دقيقه وارقام مهمه ولها مدلول كبير ايضا. لا، وطبعا المواطن السيناوي، وانا بقول المواطن السيناوي لانه يعني كان منسيا لفتره طويله، واحنا لازم على فكره بالمناسبه من هذا المنبر، وانتم يعني جهه اعلاميه يعني ذات تاريخ بسيط، ان احنا نرجع تاني لزمان واولادنا يعرفوا دور بطولات اهل سيناء وبدو سيناء في الحفاظ على سيناء. النهارده هم اللي بيقوموا بالدور الرئيسي. وعشان ارجع لسؤالك، المردود هتلاقيه في الديلوكاليزيشن او في الري امبلمنتيشن او في اعاده تواجد اهل سيناء مره ثانيه بشكل مكثف، والتجمعات العمرانيه اللي النهارده بتزدهر لاهل سيناء وغير اهل سيناء بالمناسبه، هو ده المردود اللي احنا شايفينه. يعني لما تتكلمي، لما حضرتك اتكلمتي على المتاحف، اتكلمتي على المستشفيات، اتكلمتي على النقل، اتكلمتي على التعليم، اتكلمتي على الصحه، اتكلمتي على البنيه التحتيه، الميه، الصرف الصحي، الزراعه، النهارده مشروعات الزراعه في سيناء مشروعات عملاقه، الصرف الصحي لسيناء ما كانش فيها صرف صحي قبل كده، ده كله خلق تجمعات تنمويه مستدامه. يعني ايه مستدامه؟ يعني تصلح انها تعيش وتزدهر. عدد سكان سيناء النهارده بيزيد، الاستقطاب شبابنا ولادنا من الوادي القديم الى سيناء بيزداد. واهم شيء اللي انا عايز اقول عليه، النقطه الذكيه اللي ليها مردود النهارده الدوله عملتها، هي عمليه بناء مجتمعات او تجمعات سكانيه في سيناء متكامله. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من حضرتك، شكرا جزيلا.
والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، ونتابع أهم أخبار المال والأعمال مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ديك ريام، شكرا سحر. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. أكدت شركة الشحن البحرية الفرنسية CMA أكدت أنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجية. وأكدت الشركة أنها تضع حاليا خططا للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس. تبذل الدولة جهودا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد من محفزات تنافسية. في إطار توجيهات الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي، قامت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة للشركة المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية. يأتي ذلك تمهيدا لإبرام اتفاق لتوريد إجمالي الكمية التي تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعي في نطاق العاصمة الإدارية. هذا وأوضحت الحكومة أن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وأيضا استثمار رأس المال البشرية. شهدت محافظة الفيوم وضع حجر الأساس لأكبر مخزن استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة قدرها 1,500,000,000 جنيه. تعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها، وذلك بالحي المتميز بمنطقة دمو على مساحة 14 فدان، والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، وذلك على مدار العام. تسلم عدد من المزارعين بمحافظة بورسعيد 170 عقدا مؤمنا للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمزارعين. وأكدت الحكومة أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطنين، منها تقنين أوضاع الأراضي الزراعية. سعداء ومبسوطين النهارده بسلام عقود التمليك اللي بتأمننا وبتأمن اولادنا. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بذل كل جهده هو وكبار الدوله المسؤولين ووافوا بعضه، ومبسوطين اللي احنا كنا حلم والنهارده اتحقق. انا مستلم من سنه 97 معايا 10 فدادين واستلمت العقد البدائي بتاعهم النهارده.
أكد وزير البترول طارق الملا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، خاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. من جانبها أشارت السفيرة الأمريكية إلى أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس كمنصة عالمية تحظى باهتمام الشركات الأمريكية لما توفره كبيئة أعمال وتبادل للخبرات. وإلى أسواق البترول العالمية التي ارتفعت فيها أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأيضا التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي وأيضا يعزز الطلب. هذا وزادت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 0.89% ليصل إلى 79 دولار 13 سنتا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.61%، مسجلة 73 دولار 59 سنتا للبرميل. هذا وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.2%، مسجلة دولارين 72 سنتا للتر. فيما أيضا صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.5%، مسجلة دولارين 2.39 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية. صعد المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.5%، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.3%. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمسي. أعلن المتحدث باسم رئاسة روسيا الكرملين ديمتري بيسكوف أن أرمينيا وأذربيجان مستعدتان لوضع اللمسات الأخيرة على معاهدة السلام. وقال بيسكوف في تصريحات صحفية إن أرمينيا وأذربيجان تعربان عن استعدادهما الكامل للتوصل إلى وثيقة مشتركة ووضع اللمسات الأخيرة على محادثات السلام. وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في وقت سابق أن يريفان تلقت من باكو نسخة جديدة من المقترحات لمعاهدة سلام بين البلدين، موضحة أن إحدى النقاط الشائكة والخطيرة في هذا الملف تتمثل في كيفية المضي قدما في ترسيم الحدود بين البلدين. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعود مرة أخرى إلى رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريان، شكرا سحر. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه الجولة الرياضية. استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني على الانتظام في معسكر بالقاهرة يوم 10 يناير المقبل، استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها الصيف المقبل. تشهد البطولة بجانب منتخب مصر مشاركات منتخبات دون 23 عاما لكل من الإمارات، السعودية وقطر. وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي محمود حرب، قال إن معسكر المنتخب الأولمبي في القاهرة سيكون بالعاصمة الإدارية لمدة 5 أيام.
تنطلق النسخة الأولى من كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024 بمشاركة الزمالك والأهلي السعودي والرجاء الرياضي المغربي، بالإضافة إلى ووهان تري تاونز الصيني في 26 من شهر يناير المقبل. من المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية بين الزمالك والرجاء المغربي يوم الجمعة 26 من يناير المقبل، فيما يواجه فريق ووهان تري تاونز الصيني نظيره الأهلي السعودي يوم السبت 27 من يناير المقبل. هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو هنأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمناسبة تأهله لكأس العالم للأندية في نسخته الجديدة 2025. هذا وضمن النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023. كان الاتحاد الدولي قد قرر زيادة عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 32 فريقا بداية من النسخة 2025 والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية. ومحليا فاز الاتحاد السكندري على ضيف فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهم على سد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيد البلد أو سيد البلد إلى 15 نقطة، يرتقي للمركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط يحتل بهم المركز الأخير من المسابقة. وإلى البريمير ليج، حيث تجرى بعد قليل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في إطار منافسات الجولة 19 في الدوري. يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 28 نقطة. حسمت إدارة نادي باريس سان جيرمان صفقة مميزة، حيث من المقرر أن ينضم اللاعب البرازيلي جابرييل موسكاردو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ذكرت تقارير فرنسية حسم نادي الباريسي صفقة لاعب الوسط البرازيلي من كورينتيانز، وتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي بحصول النادي على رسوم ثابتة بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 2 مليون يورو، مشيرة إلى أن موسكاردو سيسافر إلى باريس سان جيرمان بمجرد توقيعه للعقود الرسمية. نهاية جولتنا في الملاعب، مشاهدين عودة مجددا إلى ريهام وسحر، فإليكم. شكرا لك رجاء رمزي. عقدت لجنة حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا لتناول نتائج أعمال دورتها 22 التي استمرت على مدار يومين، وكانت مخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية. كما عقدت اللجنة خلال تلك الفترة جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق. والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس في نشاط التاسعة. مرة أخرى رجاء رمزي. شكرا سحر، شكرا ريهام. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتبعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات والمدن
في الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 21، الصغرى فيها 16 معتدل، الأسكندرية 20، 13 مطروح 20، 12 بورسعيد 22، 15 الإسماعيلية 22، 13 أمام محافظة السويس العظمى فيها 23، الصغرى فيها 15 جو معتدل، عريش 22، 12 طابة 22، 14 شرم الشيخ 27، 18 الغردقة 26، 16 محافظة الأقصر العظمى فيها 25، الصغرى فيها 12، أسوان 26، 13 وادي الجديد 25، 8 شلاتين 27، 20 حلايب 25، 21. الآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع. والآن مشاهدينا نترككم واللقطة الأبرز لهذا اليوم. The safe flow of pedestrian traffic. If you do so voluntarily, no charges will be placed against you. If you refuse to disperse. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. مدبولي يؤكد سعي مصر لتصبح مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف التصدير ودعم الاقتصاد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن التصعيد في قطاع غزة سيستمر لعدة أشهر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. التصعيد، انت كنت بتقول الخبر بتاع ان التصعيد من الوارد انه يستمر لعدة شهور تبقى لتصريحات يعني اسرائيليه. هو ايه ده؟ يعني ايه كم التبجح ده؟ هو ايه ده فعلا والله؟ هو المجتمع الدولي يعني ناس كتير مش شايفه ان هو
بيحاول يتحرك. عارفين لما يجي يقول لك فعلا على راي عطيه ازدواجيه، لا المساله ما هياش ازدواجيه معايير، هو في معايير احاديه تماما. لما باجي بتعامل انا اصلا ناسي ان في حاجه اسمها فلسطين، يعني المجتمع الدولي ناسي ان في حاجه اسمها فلسطين، وناسي ان في حاجه اسمها بني ادمين وشعب عايشين هناك، وبيتعامل باعتبار انه مفيش حاجه في الدنيا دي كلها غير اسرائيل وشكرا، وان هم دول اللي ليهم حقوق. وانا اظن انه قاعد عمال بيتحرك في نفس الاطار بتاع اسرائيل، يعني فضيل الارض خالص بالظبط، وشايفين انه يلا بينا خلينا نخلص. والدليل على كده ان التصعيد مستمر، يعني هو حتى لما حصل ان في قرار من مجلس الامن اتكلموا على انه يبقى في تعزيز للمساعدات، لكن مثلا ما فيش اللي هو وقف مستدام لاطلاق النار مثلا، يبقى في حمله او عمليه اغاثيه كبرى مثلا يعني مئات الالاف اللي احنا بنشوفهم هيستشهدوا يوميا، وبنشوفهم طبعا من اشقائنا الفلسطينيين شهداء وجرحى وانتهاكات للقانون الانساني الدولي وللقانون الدولي وللشرعيه الدوليه لكل شيء الحقيقه. يعني هي ايه ده اللي انت قلتها هي معبره قوي، شيء في منتهى الوحشيه. على كل، مش هطول عليكم، انا اشكركم جدا يا ريهام، واشكرك جدا يا سحر، واستاذنكم نبدا فقراتنا واحنا قاعدين عاملين بنحاسبن ولا ايه.